غرفة في فندق خناتون، انتقلت لفندق تاني يعني ايه ارخص شوية، لكن برضو ايه فيها تهوية. يعني الليلة ب100 ولا ب110، فندق اخناتون يعني هو محتاج بعض النظافة شوية لكن نضيف كويس. المهم اهم حاجة السرير، نقضي ليلة ولا ليلتين. ده في الاقصر فندق اخناتون 9/2/2022. ده حمام، يعني معقولة شوية لواحد، لشخص واحد. ليلة فندق اخناتون من قريب من ميدان صلاح الدين 110 الليلة. شكرا، نتمنى نكون نفيد كل المتابعين اللي بيتابع أسعار الغرف وشكلها طبعا بتختلف، يعني النظافة والحاجات والدهانات ووجود شاشة ووجود تكييف، كل ده بيعلي الأسعار، ووجود واي فاي، كل الحاجات دي بتتراجع بتنزل الأسعار. شكرا جزيلا للجميع، أرجو أكون بفيد من يشاهدنا.